بالنسبة للمقادير نتاع لو سابلي تاعنا، دونك غادي نحتاج 250 غرام تاع الزبدة، نحتاج كاس سكر غلاس، بيضة ونجمع بالفرينة، تقدروا تزيدوا ايضا لافاني تنكوها بلافاني اذا بغيتوا. دونك فوالا نبدا على بركة الله. دونك هنايا راني دايره الزبدة على حرارة الغرفة، نضيف لها السكر، دونك نخدمها بيان كوم يلفو حتى تولي بوماد، ونزيد لها البيض والفرينة. دونك بعد ما دخلت السكر في الدهان كما راكم تشوفوا، دونك دروك نزيد البيضة ونزيد الفرينة. نجمع كي تزيدوا الفرينة سيو، يعني ما تديروهاش قاصحة قاصحة، وما تديروهاش جارية، يعني ما تحكم لكمش كي تحلوها بالحلال. إذن فوالا العجينة نتاعي بعد ما طميتها بالفرينة كما كنت تشوفوا فيها راها طرية، شوفوا ندير لكم هكذا باش تلاحظوها، دونك راها طرية. الآن غادي نحلها في ورق الطهي ولا في ورق بلوطه باش ما تلصقليش، وندير نساعد بهاد القطاعة باش تعطيني دي فورم مدورين، ونعمر في هاد لي مول الصغار هادو. دونك الفور يكون مسخن، ودروك نإطاليها نحلها بالوراق، ونعاود ندير الأشكال ونوريكم. دونك فوالا راني حليت العجينة نتاعي وقطعتها من هاد بلاخر، من هاد القطعة يعني على حساب هاد ليمول الصغار، والباقي زايد غادي نحيه. دونك نوريلكم دروك وحدة، أنا ديجا حضرت وحدة من قبل نسيت باش نشوف. دونك غير بشوية نحي هكذا، نجيب ليمول نسيي كيش ندخله في الامور. لاكو تشوفوا العرض تاعها ولا السمك تاعها قداش يكون، يعني تكون فيها واحد 5 مليمتر هكذاك نورمالمون. دونك نحي هاد الزايد هكذا، فوالا نزيد نوري لكم. يعني هكذا ما تخدمكمش خير ملي ديروا كويره وديروها ديريكتومون، جو بريفير هكذا تجي عندها فينيسيون شابه خير. هكذا فوالا، دونك نكمل التخطيرات تاعي الصغار وندخلهم يطيبوا ونوريهم لكم من بعد. قلت لكم انا غادي نعمرهم بان كراميل نيستلي كراميل اللي غادي نخدمه بحدي، بون ديجا كنت موجداته، لكن نوعدكم مره قادمه ان شاء الله غادي نخدمه لكم. ديجا غادي ندير حلقات واحدة اخر سون كويسون، دونك في هذاك قبل ما ندير هذاك داك الكاطو، دونك غادي ندير لكم حلقه خاصه بنيستلي كراميل كيفاش نخدمه. دونك فوالا راني عمرت الكميه اللي عندي تاع ليمول، غادي ندخله يطيب وتعسوه بيان سور. دونك تخليوه يولي لا كولور تاعه دوغي، يعني ما تمشي صفر، انا يجيني هكذاك خضر، ما يعجبنيش صابلي، يعجبني كي يكون دوغي، مام لا كولور مام البنان تاعه يجي بنين على اللي يكون ابيض، وما تحرقوش بزاف بيان سور. فوالا اذا النتيجه النهائيه تاع لو غاتو تاعنا، عمرته بالنيستلي كراميل اللي غادي نشوفه في الحصه القادمه ان شاء الله، وزينته بالشوكولا حاجه سامبل اي بون. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، والسلام عليكم.